كب منع البفر والساري كفات بالشمال كفات بالشمال أسد الكرايا القارح وحجر غابته تب منع البفر والساري من نتراته من نتراته الفارس يفز والدار تصبح طارح قمر السبعتين المهل ود الباري قمر السبعتين المهل ود الباري قمر السبعتين المهل ود الباري الحو ويكتين ذو انتر إن جات الألوف لا بضل ولا بفتر حود يا الخسم بغادي درب بضر يا أيها معاجا. أيها السادة المشاهدون، نسعد كثيرا باستضافة أحد عمالقة الأغنية السودانية، قدم العديد من الأعمال الرائعة ووجدت مساحة طيبة في خارطة الأغنية السودانية، الأستاذ الفنان الرائع علي إبراهيم اللحو. أهلا بك ومرحبا عبر ذكريات الأغاني، ويسعدنا كثيرا الحديث عن الأغنية الرائعة أبعاجات اللحو. سعيد جدا بهذه الزيارة، وأنا بقول لداركم يعني، فجزاكم الله كل خير، وإن شاء الله يعني يكون في لغات أخرى برضو إن شاء الله. الفنان علي إبراهيم عبد الرازق اللحو من أبرز فناني فترة الستينات، أثرى بفنه مكتبة الغناء السودانية، من مواليد قرية مويسي جنوب غرب شندي. مهنته السابقة مزارع، ثم سلك مجال الجندية بالقوات المسلحة، وبعد ذلك الفن. بدايته الفنية عام 1953. كل الدروب جربتها أستاذ علي إبراهيم. في البداية نتعرف على أغنية أبعاجات اللحو، ونتعرف على شاعر الأغنية في البداية، في تعريف موجز لشاعر هذه الأغنية التراثية. نعم، الحقيقة هذه الأغنية هي في الغالب نظمت في الثلاثينات. نعم، ونظمت للشاعر القومي الشعبي الكبير المرحوم الشيخ البشير، وبالتحديد في منطقة كلي، وفي يعني وفاة بعض أصدقائه اللي هي أبو جديد، وذكر فيها محازن هذا الراحل. وأنا يعني في سنة 62 مشيت لزيارة، وكانت مع أخونا المرحوم معاوية محمد سعيد رحمه الله إلى منطقة كلي، فجاو لي هذه القصيدة، يمكن المطلع الأول ومعه شفرتين ثانيات، فكان بيستشيرني بيقول لي يعني
زمن ده كان يا دوب غنيت توبه السوداني والسبحة نور الفديق كده. قال لي يا اخي ما رايك يعني نجيب لك حاجه شعبيه؟ فجاب لي الاغنيه دي اتذكر واخذتها من منطقه كلي. والحقيقه انا يعني شخصيا نعم. عايش يعني عشت في قريه بره مليئه بالاغنيه الشعبيه وبالحلقات دي والذكر وكده. فاخذت الاغنيه وجيت هنا الخرطوم وجدت في بعض الصحف وبالتحديد السودان الجديد في تلك الفترة وكان بتتحدث عن أغنية الحسن صاجع النجم بيحمشي هذا ونظم فيها للشاعر عاشر بن عمر من بشاقرة ونظمت لولد الحسن صاجع النجم. الحسن هو كان يمكن كان ساكن جاري هنا في برج في منطقة كوريا دي. نعم. وأنا شوف فزول اللي عملوا معه لغة لسه انا ما اذكر اسم زول لغة يعني قال اسم الاغنيه لشخص اخر نسبت لشخص اخر. نعم. فما بيه الا عشان كتبت الجرايد انه فلان انسب الاغنيه لكذا كذا والاغنيه حقت ولدي تذكر بالصوره في جريده السنه الجديد. ف الأغنية أساسا فيها بعجات اللي حوك يعني بيزموا إن تروي إن جات الألوف لا بضل ولا بيفتر حود يا الخصم بغادي درب وضر. فخفت أنها يوم من الأيام تنسب لشخص آخر يعني زي ما حصل الأغنية الأولى. نعم. فهي الأغنية طبعا منطقة كلي. فأنا قمت وضعت فيها شطرات تدل على أنه هذه الأغنية من قرية كلي اللي هي قرب محطة كابوشية. يعني أضفت لها أبيات. نعم. أستاذ علي إبراهيم أبعجات اللي حو أكملت نظمها بأبيات رائعة شديد جدا ويمكن الإنسان ما يلاحظها لولا أنه تحكي قصة يعني شخص واحد. نعم. فكان في تجربة تانية في نفس الإطار. الحقيقة أنه أنا نظمت بعض الشطارة برضو في أغنية لواي سلسلين وكلمات لي بنونا بثلمك نجد. نعم. الحقيقة دعوت لي أود عليل الأستاذ الباحث الكبير الطيب محمد الطيب وأيضا بن حيم من هذا المكان دعاني لحلقة كان هو حيسجلها عن أغنية التراث وبعض النساء الموردة كان حيتكلم عن علي عبد اللطيف. فجاني في البيت ودعاني في التلفزيون فجيت قال لي يا اخي بكره الثلاثاء عندي تسجيل تجيلي في التلفزيون. لقيت الاستاذه امنه مختار هي من المغنيات الممتازات جدا. فلما جيت خش على التلفزيون يوم الثلاثاء قال لي النسوان قاعدين قال لي يا امنه غني علي ابراهيم جا. امنه ابدي علي ابراهيم جا. امنه قلت لك ابدي. عمنا بدت تغني في لواي زلزل دارا لنا تحديث رؤيا ظل وقتين جن ذري صحي عليك من غمرات ابليس. وكانت يعني عمنا بتدور في نفس المطلع. نعم. نعم. وانا كنت بشتغل لها عود اتذكرت. وبعد يومين انزي جيت لحتى وتميت الأغنية وعلى نفس النمط ونفس يعني يبدأ كده لحم تاع لحم. نعم. فقلت فيها يبكن البنات بنات خده النديان وخمات الرمات وقلوبة كيمان فأقداك دار يعل بيشيبة والشبان يبقى دحني يجر تكية للعدمان وفأقداك القبائل الباوغة ليشندي وفارس أمات نطام وأمات خدير يندي تم الموت دحت أفديك بالعندي ويا سيف السنين أدخرك لعمري. وشلت الأغنية الشطرتين دي على لواي سلسلين والمطلع بتاعنا وديته لطيف قال لي اسمه كنت هو عملت انت ده كلام بنونة. والله ده كلام يعني لأنه لا واضح. نعم. فدير الشطرتين انا وراتهم برضه فيه. لكن طبعا انت ما طلعت من لواي سلسلين. من لواي سلسلين. ما طلعت من الشيء الموضوع المالوف في الاغنيه. نعم. استاذ علي ابراهيم اغنيه التراث في رايك انها اغنيه يعني مظلومه ولا غير مظلومه؟ مظلومه شديد لانه هذا ارث لكل اهل السودان.
وهذا الارث مفروض يضيع، المفروض يكون عنه يعني تتكسف عنه حاجات كثيره، ويعلم به كل شاب في هذا الزمن، لان هذه الاغنيه بتحمل مضامين قويه جدا جدا، ومضامين بتحكي عن الكرم وبتحكي عن الشجاعه وكثير. فمن هذا المكان ان نقول يعني ان شاء الله انه يكون عليها يعني تتوجه كل الاقلام وتكتب عنها الاغنيه الشعبيه وكل الناس يفهموها، لانه في بجد يعني الشباب هسه ما يفهم عن الاغنيه الشعبيه التراثيه شيء. نعم، وده ما احترامي للشباب يعني ما يمكن لو ما يعني شرحت بعض المفردات يمكن في مفردات. نعم، كثيره ما تتفهم. نعم، في حاجات ما تتفهم صحيح، وكثير في الاغنيه الشعبيه يعني اسديش المكربد سلالات من طبقات وبرضاه في ضرايا العنز الفردات بيقدمها دائما اخونا كابلي ومن نظم بنونه تمت نمر ولو اي سلسلين قاهرا بلا تحنيس ودراج عاطل خيلا بجن دريس احي عليه من قلبه بعد ابليس، وكثير يعني معاني في الاغنيه الشعبيه التراثيه انه الناس يعني المفروض يفهموها. واذا رجعنا مره اخرى الى اغنيه ابعاجات اللحو، مردود هذه الاغنيه واضافتها للاستاذ علي ابراهيم اللحو، اول حاجه نسال هل هي اضافه اللغط؟ نعم. الحقيقه في لما انا ظهرت الاذاعه في الستينات كان في فنان قبلي في الاذاعه وهو الاستاذ علي ابراهيم علي من اصدقائنا من ناس مدني وبحييه ايضا، انه كان في فعلا يعني لما انا اغني الاغنيه في الخرطوم وراي الفنان يعني. نعم. وكان طوال بيرد باغنيتي في مدني، حتى انه انا يمكن كنت بمشي لاقصى القرض مثلا في نياله في حفلات سهر السينمات بيقول لي من الجزيره واغني في عبر بيقول لي من الجزيره وانا من شندي. عامل لك مشكله يعني. وما بي الا اخونا الفنان عصام مصطفى يوم من الايام في سنه 63 جي سجلت ابعاجات اللحو، وعصام مصطفى كان بيقول لي يا اخي انت إيه يعني متضايق من علي ابراهيم؟ قلت له علي ابراهيم اخي صديق وكل ذول بيلقى مجاله، لكن قال لي تسمي نفسك ابو شادي. سجلت الاغنيه سنه 53 وانا واخونا عبد الله عربي طلع الله بالخير في الخور بتاع عنجد داعينا، واحد اخونا اسمه عبد اليوسف، وطالعين من الاذاعه الا عربي نطق قال لي نحن مش بيرجعنا، قال لي يا اخي انت ما سمي اسمك علي ابراهيم اللحو على الاغنيه؟ على الاغنيه، وانا اساسا علي ابراهيم عبد الرازق. نعم. فسميت علي ابراهيم اللحو، سماني عبد الله العربي والله ما شاء الله العازف الكبير ان شاء الله. من ذاك الزمان انه هذا الاسم يعني. نعم. ارتبط بي. نعم. واضافه الاغنيه لرصيدك الغنائي؟ اضافه الشيء الكثير يعني، لانه انا قبلها ما قدمت حاجه شعبيه. أبعاجات الحو ويكتين ذو انتر إن جات الألوف لا بظل ولا بفتر، حود يا الختم بغالي درب وضريا أيها معاجات. الوكرة كم ساحة دار كلي بمرق معان هجعة حوي أبو شم اللذوم أبو شم اللذوم كم درج العطوة دلست المربع رجال قاصر يحوي يا الخسيم راجي درب وضر يا معاجا يا حليل بجديري الفارس
الراس وقت الحلاوه تدور حوالي في اليوم المشوم تبقى الحياه ظهور الحجاب الصدور بو بيجبر الصف إن بقت مكسور حوالي يا الخصم بعد درب الدور أبعاد حبزين الهلالي زايد عليه غدر الله 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 عن هذه الرائعة للفنان المتجدد دوما الفنان الرائع الأستاذ علي إبراهيم اللحو. نشكره شكر جزيل في ختام هذه الحلقة من ذكريات الأغاني. الشكر لك الأخ عماد وأيضا شكر موصول لأسرة التلفزيون الذين دائما يعني يبحثون عن النجوم وإن دل يدل عنهم يعني ناس مجتهدين. وأيضا أحيي الأخ المخرج الكبير أخ صلاح مطر ونتمنى أن نلتقي مرة أخرى إن شاء الله.